أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج الأخبار الليلة، والبداية من العناوين. الهدنة تضل في شوارع تعز، الحكومة اليمنية تنتظر رد الحوثيين على مقترحات لفتح الطرق وتحذر من رؤية أحادية. نائب رئيس البرلمان العراقي يكشف تورط أحزاب سياسية وشركات دولية في تفجير أبراج الكهرباء وسرقة النفط. قوات سوريا الديمقراطية تطالب النظام بتفعيل دفاعاته الجوية لصد الهجوم التركي المرتقب وتحذر من فتح أبواب سجون داعش. صواريخ أمريكية بعيدة المدى توتر أجواء أوكرانيا، بوتين يهدد بضربات موجعة بهدف جديدة، والقصف يطال كييف مجددا. وإسرائيل تستفز لبنان بالتنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها، ميقات يحذر من فرض أمر واقع وعون يعتبره عملا عدائيا. السلام عليكم. هدنة اليمن التي تم تمديدها لشهرين جرت بتوافق شكلي أو على الأقل بإرادة واستعداد من طرف واحد وهو الحكومة اليمنية، فيما تبحث ميليشيا الحوثية عن الذرائع لإفراغ الهدنة من مضمونها عبر مفاوضات عسيرة عنوانها الأصعب حصار تعز. اليوم انطلقت الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان بين وفد الحكومة والحوثيين. وفادت مصادر الحدث أن الوفد الحكومي المفاوض لفتح الطرق التقى اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ونائبه لاستكمال بنود الهدنة الخاصة برفع الحصار عن تعز. الجانب الحكومي قدم مقترحات تتعلق بفتح الطرق مع تعز والمحافظات الأخرى، ورجح أن يتم الرد عليها من قبل وفد الحوثيين غدا. هذا وكان فريق التفاوض الحكومي لفتح طرق محافظة تعز قال إن ميليشيا الحوثي تحاول فرض رؤيتها الأحادية عبر التسويق لفتح طريق ترابي مجهول، ما يشكل إخلالا بجوهر عملية النقاش الجارية ونسفا للجهود الأممية. هذا ودعا الفريق الحكومي المبعوث الأممي للإسراع في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين واحترام النقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة. الجولة الأولى من المفاوضات فيما يتعلق بفتح الطرق كانت في هناك يعني مقترحات مختلفة. نحن طبعا أكدنا على ضرورة فتح الطرق الرئيسية في المدينة وليس مجرد طرق فرعية، وهو هذا الاختبار الرئيسي الآن على مدى جدية هذه الميليشيات. كما قلت أنا أشرت في أنه في فقرات الهدنة الأربعة هناك عناصر كثيرة في خفض التصعيد، صحيح بعض الجبهات صار فيها خفض التصعيد ملحوظ ولكن في هناك جبهات أخرى ازداد فيها حجم التصعيد. في تعز أصبح كانت في هناك مناورة كبرى وتأخير كبير متعمد. كما تعلم بأنه خلال الفترة الأولى من الهدنة الشهرين كان لدينا أكثر من 75 شهيد في هذه الفترة ومئات من الجرحى، يعني مئات من الخروقات العسكرية في محافظات كثيرة، لكن كنا دائما ما نراهن على أن يعني سحب هذه الورقة من أيدي الميليشيات الحوثية والتصرف بمسؤولية عالية وإظهار التنازلات لأبناء شعبنا كان هو الهدف الرئيسي. كانت القضية المعضلة الرئيسية في هذا الأمر هو قضية رفع الحصار عن تعز، وتعلم بأنه تأخر هذا الأمر كثيرا، حتى اللجنة المكلفة وفقا للهدنة بالانعقاد لمناقشة هدنة تعز لمناقشة رفع الحصار عن تعز عقدت في الأسبوع الأخير من قبل انتهاء الهدنة. لذلك نحن الهدف الرئيسي أو العامل الرئيسي الذي قاد إلى تمديد الهدنة ليس الضغط الدولي، صحيح كان في هناك حركة دبلوماسية دؤوبة كانت في اتصالات على أعلى مستوى بالقيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي، لكن العامل الرئيسي في اعتقادي هو حرص الحكومة على تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
من تعز ينضم إلينا لمناقشة هذا التطور، مجريات هذه المباحثات. ينضم إلينا رئيس مركز مرايا الإعلام للتنمية الدكتور منصور القدسي. دكتور منصور، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن هي جولة جديدة للتفاوض والنقاش حول فتح طرق رئيسية في مدينة تعز بين الحكومة الشرعية وبين ميليشيات الحوثي. بحسب مصادر من الحكومة، فإن الوفد المفاوض للحكومة قدم رؤية جديدة تتعلق بالطرق التي يجب أن تفتح. بداية نريد أن نفهم معك المشهد أكثر دكتور منصور، بحسب المعلومات المتوفرة لديكم، ما هي الطرق التي تطالب الحكومة بفتحها؟ مساء الخير لك و... أيوة تسمعني؟ أسمعك الآن، أهلا بك. نعم، مساء الخير لك وللسادة مشاهدي قناة العربية الحدث، وبخصوص سؤالكم حول الطرق الرئيسية التي طالب فيها الوفد المفاوضات الحكومي. هناك بند رئيسي وأساسي في الهدنة، وهو البند الرابع، والذي نص بكل وضوح على ضرورة فتح المدن، فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز لفك الحصار الجائر على ملايين المدنيين في هذه المدينة. هذه الخطوط واضحة وتعرفها الأمم المتحدة ويعرفها المجتمع الدولي، وأيضا يعرفها كافة أبناء الشعب اليمني. فجماعة الحوثي تحاول أن تحسن وجهها القبيح من خلال الهروب إلى الأمام بالذهاب لفتح ممر ترابي للتنصل عن مفاوضات عن تعهداتها في هذه الهدنة، في الوقت الذي كانت الحكومة الشرعية قد التزمت بكافة بنود الهدنة وقدمت العديد من التنازلات. نعم، تقصد الدكتور منصور هنا شعبنا. دعنا نشرح المسألة هذه بطريقة يعني أبسط للمشاهد العربي واليمني. تقصد بحديثك عن الهروب للأمام هي خطوة الميليشيات الحوثية بإعلان فتح بعض الطرق الفرعية والترابية وحتى بالقرب من الجبال، وهي مختلفة تماما عن الطرق التي تسعى أو تطالب الحكومة الشرعية بفتحها. كيف تفسر هذه الخطوة، وإلى أي درجة الآن ستؤثر على الحوار الموجود الآن في عمان؟ أنا أتمنى من الحكومة الشرعية والوفد الحكومي المفاوض في عمان بعدم الرهان على جماعة الحوثي بالتزام بتعهداتها. هناك العديد من المؤشرات التي تثبت أن جماعة الحوثي غير جادة في فك هذا الحصار الظالم على مدينة تعز. وعلى الوفد الحكومي أن يكون واضح وفي مطالبه، وأيا كانت الضغوط الأممية. وعلى المبعوث الأممي أيضا ألا يحقق انتصار إعلامي على حساب معاناة أبناء تعز من خلال التلويح بأن فتح الطرقات سيتم بصورة تدريجية. لقد كادت الميليشيا الحوثي أن تفشل الجهود الأممية في إنجاح هذه الهدنة من خلال تعنتها في وحول مسألة الهدنة دكتور منصور، رئيس الوزراء، وحاول قراءة هذا العاجل الآن، رئيس الوزراء اليمني يجدد الموقف الثابت إزاء متطلبات الهدنة، ومن متطلبات الهدنة بالتأكيد في مقدمتها فتح الطرقات والمعابر في تعز. هذا يعيدنا للحديث أو قبل حديث وزير الخارجية، رئيس الوزراء اليمني كذلك يدعو لفتح الطرق والمعابر في تعز من جانب الميليشيات الحوثية بشكل عاجل ولكن دون شروط أو مماطلة. دكتور منصور، هذا يعيدنا للحديث عن تصريح لوزير الخارجية اليمنية اليوم للحدث في مقابلة خاصة، كان يقول إن فتح الطرق، هذا المطلب من الشرعية، هو ربما هو الامتحان الحقيقي أو الأول للهدنة. هل يعني في حال فشل
فتح الطرق أو رفض الميليشيات الحوثية فتح كل الطرق المؤدية إلى تعز يعني انتهاء الهدنة التي مددت منذ أيام فقط؟ نحن ندعو الحكومة الشرعية بعدم الاستجابة لأي ضغوط ومجاراة حالة التماهي التي تبديها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التعامل مع جماعة الحوثي. نحن كيمنيين طيلة 17 سنة من المفاوضات مع هذه الجماعة نعرف أنها تتنصل عن كل تعهداتها وأوصلت البلد إلى هذا المنحى الخطير. وأود أن أشير إلى أن المجتمع الدولي إذا كان يراهن على جماعة الحوثي في تحقيق السلام في اليمن فعلى هذا المجتمع أن يستعيد صوابه وأن يعرف أن الجناح الجهادي الموالي لإيران داخل هذه الجماعة هو المسيطر على القرار وهذا الجناح لا يقل خطورة عن جناح داعش والقاعدة الذي يهدد السلم والأمن الدولي فعلى المجتمع الدولي أن ينتزع قرارات حاسمة لفرض عقوبات على قادة هذا الجناح الجهادي داخل الجماعة من أجل الضغط على هذه الجماعة للوصول إلى التسوية السياسية عدا عن ذلك نحن كيمنيين وأبناء تعز يدركون جيدا أن هذه الجماعة لن تفك الحصار الحصار إذا أتينا لنوازن جريمة هذا الحصار فهو جريمة حرب في القانون الدولي أن تستغل هذه الطرقات التي تحرم المدنيين من متطلبات الحياة الأساسية تعد جريمة حرب في القانون الدولي وحيث حولت تعز إلى سجن كبير هناك الآلاف من المدنيين طيلة فترة هذا الحصار سقطوا في الطرقات الوعرة وهم يودون أن يصلوا إلى مدينة تعز هناك آثار اقتصادية وخيمة أثرت على 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 الملايين من المدنيين في المدينة بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة هذه الطرق الوعرة ورفض جماعة الحوثي أن تسمح لناقلات البضائع أن تمر خلال 15 دقيقة لإغاثة المدنيين هناك مئات من مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان في أرياف تعز عاجزين عن الوصول إلى المدينة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز الطبية هناك مسائل أخرى متعلقة بعائدة السفن النفطية بالإضافة إلى كذلك المتعلقة دعني أطرح هذا السؤال الدكتور منصور ولكن في شق مرتبط بالطرق وفي تعز الميليشيات الحوثية استبقت مسألة الحوار أو النقاش أو المفاوضات حول فتح الطرق في تعز الطرق الرئيسية التي تطالب الحكومة الشرعية بأن تتحدث عن فتح طرق فرعية قريبة من الجبال ترابية وغيرها نريد أن نفهم عملياً على الأرض كيف تستفيد الميليشيات الحوثية بإبقاء هذه الطرق الرئيسية مغلقة في المقابل كيف ستستفيد إن بالفعل فتحت هذه الطرق القريبة من الجبال ميليشيا الحوثي ترفض فتح الطرق الرئيسية التي تربط المدينة للحيلولة دون عودة الحياة لمدينة تعز وستكون عاجزة عن استخدام أساليبها الترهيبية وفرض الإتاوات وستعجز أو تشعر هكذا أنها ستكون عاجزة عن السيطرة على هذه المدن الرئيسية باعتبارها تربط المدينة والمسافة قريبة جدا لهذا تذهب للهروب للأمام لفتح الطرق الجبلية خشية منها من أي تقدم عسكري وأيضا لتستطيع هل صحيح أن تفرض هل صحيح أنها لا تسمح للمدنيين بالدخول هي ستصعب على المدنيين الدخول إلى المنطقة ولكن هل صحيح وفي سؤال وجواب مختصر من فضلك
هل صحيح بأن الميليشيات الحوثية إن فتحت هذه الطرق القريبة من الجبال الترابية ستكون على مقربة من معسكر الدفاع الجوي، هذا المعسكر التابع للحكومة؟ هل هذا المسعى الآخر للميليشيات الحوثية بفتح هذه الطرق الفرعية؟ نعم، ميليشيا الحوثي تريد أن تفتح هذه الطريق الترابي التي تزعم أنها من شارع الستين إلى الدفاع الجوي للوصول إلى وسط المدينة على مقربة من معسكر الدفاع الجوي. فلدينا شعور وكثير من المراقبين يؤكدون أن جماعة الحوثي غير جادة في عملية السلام، وهي تحاول أن توظف الملف الإنساني لتعز في أجندتها العسكرية. هناك حشد عسكري، هناك رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي لقيادة جماعة الحوثي يوم أمس صرح ولوح بالحشد العسكري. هناك محاولات تحشيد عسكري في غرب تعز، هناك قنص متكرر للمدنيين في غرب وشرق تعز. فميليشيا الحوثي غير جادة في عملية السلام. شكراً. ولا في تنفيذ هذه الهدنة. شكراً. ليس فقط في تعز، بل هناك الكثير من البنود من ضمنها إيرادات من الحديدة ودفع رواتب الموظفين ترفض دفعها حتى اللحظة، ولم نجد من الأمم المتحدة موقف حاسم لإدانة. ورئيس الوزراء اليمني دكتور منصور، أعذرني، رئيس الوزراء اليمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لصرف رواتب موظفين من عائدات السفن النفطية، بالإضافة إلى النقاط الأخرى المتعلقة بالتفاوض والمتعلقة باستمرار الهدنة التي مددت منذ أيام فقط. كنت معنا من تعز رئيس مركز مرايا الإعلام للتنمية الدكتور منصور القدسي، شكرا جزيلا لكم. كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي عن معلومات جديدة بشأن تهريب النفط وتفجير أبراج الكهرباء بعد اجتماع عقدها اليوم مع قيادة شرطة الطاقة. الزاملي أشار إلى وجود خروق كثيرة، منها تهريب النفط وخطوط نقل الطاقة التي تكلف العراق ملايين الدولارات، وأضاف أن بعض الجهات النافذة ومسؤولين يقومون ببناء منزل أو مزرعة قرب الخط الناقل للنفط بهدف القيام بعمليات التهريب بملايين الدولارات وبكميات كبيرة، مشيرا إلى أن من يقوم بذلك مختصون يعملون بشركات عالمية تقوم بثقب الأنبوب أو خرقه بأجهزة ومعدات خاصة تتبع لشركات عالمية. وفيما يتعلق بقضية تفجير أبراج الطاقة، قال الزاملي إنها تتم عبر مسارين: الأول عبر عملية تخريب حقيقية تقوم بها جهات إرهابية ولكن بشكل طفيف، والثاني يتمثل بقيام جهات من مقاولين ومستثمرين وأحزاب بالتخريب للحصول على منقصات إعادة الإعمار، بمعنى أنها عملية تحايل تكبد العراق خسائر ضخمة. هذا وطالب الزاملي بأن تكون الأجهزة الأمنية بمستوى المسؤولية وأن تقوم بردع المخربين دون خوف من أي جهة للحفاظ على مقدرات العراق. من بغداد ينضم إلينا رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف المساوي. دكتور مناف، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. أهلا سارة. أهلا بك. نائب رئيس مجلس النواب التقى بقيادة شرطة الطاقة، خرج بعدها بتصريحات تبدو خطيرة، استمعت إلى جزء منها الدكتور مناف، تتعلق بتورط جهات نافذة سياسية أحزاب مستثمرين في تخريب أبراج ومواقع نفطية. هل يعقل أن أجهزة الأمن كانت تعلم بكل هذه المعلومات المثبتة ولم تتحرك طوال الفترة الماضية؟ سارة، في البداية نجدد الترحيب بك وجميع متابعي مشاهدي قناة العربية.
يعني نعم، كانت هنالك اليوم استضافة لمدير عام حماية شرطة الطاقة ويعني مساعديه، وتم مناقشة هذه القضايا. أعتقد اليوم يعني موضوع حماية الطاقة أو شرطة الطاقة تنقسم إلى قسمين، قسم لحماية المستودعات وأنابيب النفط الممتدة، والقسم الآخر هو لحماية المؤسسات والمنشآت وأبراج الكهرباء الموجودة. بالنسبة للنفط يعني هنالك عمليات تهريب واضحة، يعني ربما تصل إلى يعني ما يقارب النصف من منتوج يعني إنتاج العراقي، وهذه معروفة، ويعني كانت هنالك الكثير من الشكاوى التي قدمت على أن هنالك بيوت لمسؤولين أو متنفذين أو زعماء أو شيوخ عشائر أو مرتبطين بأحزاب سياسية تبنى هذه البيوت داخل المنطقة التي يمر فيها أنبوب النفط، ويتم يعني يتم حفره بطريقة فنية، حتى أن البعض يتحدث عن جلب معدات غير موجودة في المؤسسة في المؤسسات العراقية. تقوم هذه المعدات بعملية يعني فتح الأنبوب، وبالتالي يعني يتم سرقة النفط واستخدامه للأغراض الحزبية أو للأغراض الشخصية، وبالتالي هذا يعتبر هدر كبير في المال العام وفي الثروة الأساسية التي يمتلكها البلد. النقطة الثانية هي أبراج الطاقة، خصوصا اليوم نحن بدأنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا دكتور مناف قبل أن ننتقل إلى مسألة أبراج الكهرباء. نعم، هي نقاط جدا مهمة مسألة أبراج الكهرباء، ولكن قبل ذلك في مسألة أنابيب النفط ذكرت بعض التفاصيل المهمة والتي ذكرت كذلك من قبل السيد الزميلي اليوم. مسألة وصول بعض الجهات النافذة أو المسؤولين أو الأحزاب أو المستثمرين إلى هذه المناطق القريبة من آبار النفط، ولكن هذه المناطق كما تعلم الدكتور مناف هي محمية، مراقبة من أجهزة أمنية، بالإضافة إلى أنها مراقبة من طائرات درونز. يعني كيف تستطيع هذه الجهات النافذة أن تسهل التهريب في منطقة مراقبة بهذه الدرجة؟ هل هناك أي اختراق داخل الأجهزة الأمنية؟ هل هناك تساهل من الأجهزة الأمنية أو لنقل على الأقل غض الطرف؟ إذا سمحتي لي سيد سارة، يعني أولا يعني هذه البيوت أو المزارع التي يتم إنشائها هي ليست بالقرب من آبار النفط، وإنما يعني توضع بالطريق الذي يمر به أنبوب نقل النفط، وبالنتيجة يعني هذا المسألة ربما تكون أسهل من الآبار. هذا أولا. حقيقة كانت هنالك مناقشات أيضا لعمل شرطة حماية المنشآت أو حماية أنابيب الطاقة، وأعتقد يعني أن هنالك مجموعة من الإشكاليات ربما أو التحديات التي تتعرض لها القوات الأمنية، عدم توفير الأجهزة الكافية والمعدات السيارات الأسلحة. تعرفين مثل هذه الجماعات تكون جماعات مسلحة وجماعات لها تمتلك أسلحة وتمتلك بالتالي أيضا القانون ربما لا يحمي بشكل كبير، يعني حينما يتم التبليغ عن وجود حالة فساد أو وجود حالة خرق للأنبوب ويتم مواجهته من قبل الضباط. في بعض الأحيان يحال الضابط يعني بسبب عدم أخذ للأوامر، يعني لا يستطيع الضابط أن يعمل بالسرعة المطلوبة لعملية إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، خصوصا وأنهم يعني يمارسون فعلا تخريبيا. نعم. بهذا الشكل تمت مناقشة هذه المواضيع اليوم، وتم وضع الآليات الحقيقية التي تحتاجها هذه القوات الأمنية لمحاولة دعمها. طبعا أنا باعتقادي أن إذا ما أردنا أن نحمي هذه المواقع بشكل كبير علينا أن نوفر قوة مثل قوة جهاز مكافحة الأرهاب، كأنما تكون مكافحة تهريب أو مكافحة
حماية نقل النفط حتى تكون قادرة على مواجهة هذه العصابات أو هذه الشخصيات التي تقوم بمثل هذه الأعمال وتخترق القانون والدستور وتعمل على تهريب النفط للحصول على الغنى على حساب العام؟ نعم، في مسألة أبراج الكهرباء كنت ستتحدث عنها دكتور مناك منذ قليل. في هذه المسألة يقول نائب رئيس مجلس النواب العراقي السيد الزاملي إن الجهات المتورطة في تخريب أبراج الكهرباء هي إما جهات إرهابية وهذا معلوم، ولكن في النسبة الأكبر من هو متورط؟ هم مقاولون، مستثمرون، أحزاب، كل هذه الجهات تتورط وتتفاهم من أجل تخريب أبراج الكهرباء من أجل الدخول لاحقا في مناقصات لإعادة الإعمار وتحصل على هذه المناقصات، ومنه العراق يخسر ملايين الدولارات من هذه المسألة. من هي الجهات الحزبية؟ هل هي معلومة فعلا؟ نعم، إذا سمحت لي سيد سارة، نعم، أما بالنسبة لأبراج نقل الطاقة وبالتأكيد هي أيضا تمتد على مساحة واسعة من شمال العراق إلى جنوبه، وبالتالي تحتاج أيضا إلى قوة كبيرة. طبعا كانت هنالك مجموعة من الإجراءات لكنها إجراءات غير حقيقية، غير واقعية. تعرفين البلد مر بمجموعة من المراحل، كان هنالك في السابق هنالك تهديد أمني من قبل القاعدة، من قبل الدواعش، من قبل الجماعات الإرهابية، وهذا التهديد لا زال موجود يعني لحد هذه اللحظة، لكن ليس بالنسبة الكبيرة جدا. التهديد الآخر هو التهديد السياسي، وأن يعني أن يتم عملية ضرب هذه الأبراج من قبل جهات سياسية بسبب خلق البلبلة وبسبب خلق الصراع السياسي، خصوصا سارة تعلمين يعني لا. نحن في العراق نمر بثلاثة أشهر شديدة الحرارة، وهذه الثلاثة أشهر دائما ما يتم استغلالها سياسيا في محاولة إفشال الخصوم السياسيين وفي محاولة إفشال الحكومة ومورست هذه العملية بحيث ضد التيار الصدري على ما أذكر دكتور مناف، مثلا هنالك أحزاب أو وزارات وزراء تابعين للتيار الصدري استهدفت وزاراتهم خاصة الكهرباء على ما أذكر الدكتور مناف، تقصد هذه المسألة؟ مضبوط، بس حتى أضرب لك مثل، يعني إذا كان هنالك برجين، برج يحمل طاقة خلينا نقول 10 كيلو بايت وبرج يحمل 100 كيلو بايت، يتم اختيار البرج الذي يحمل 100 كيلو بايت، تعرفين هذا يعني عملية نقلة وعملية حتى عملية إعادة تأهيلة تكون أصعب، بالدليل أن هنالك فرقا فنية تعرف يعني نوعية الكهرباء الذي تمر خلال هذه الأبراج وتقوم باختيارها بشكل كبير. النقطة الثالثة والمهمة، نعم هنالك بعض يعني بعض المقاولين، بعض الأهالي، بعض الناس الذي أيضا يقومون بعملية تفجير هذه الأبراج لغرض إعادة يعني الحصول على مقاولات لإعادة تأهيلها من جديد، وهذه مسألة واضحة. بالنتيجة اليوم أعتقد أن أمام الحكومة أن تهيئ قوة قادرة على الحفاظ على هذا الموضوع، الحفاظ على نقل الطاقة الكهربائية والحفاظ على نقل الوقود أو نقل النفط الخام. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي. من اسطنبول الآن ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي العراقي دكتور عمر عبد الستار. دكتور عمر أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. الملف ذاته مسألة تصريحات الزاملي نائب رئيس مجلس النواب العراقي وحديثه عن تورط جهات سياسية نافذة وأحزاب في مسألة تخريب مواقع نفطية أو أنابيب النفط بالإضافة إلى أبراج الكهرباء، ولكن نتحدث الآن دكتور عمر في شق مختلف، نحاول أن نتحدث بصراحة عن الجهات النافذة المتورطة. من الجهات العراقية القادرة على بناء منازل ومزارع بالقرب من خطوط نقل النفط والقيام كذلك بتسهيل التهريب دون أن تتعرض لتوقيف أو دون أن تتعرض كذلك للمحاسبة؟ أهلا سي سارة. أهلا بك. والله الحقيقة هي الجهات التي يعني تولت أهم منصب تنفيذي في العراق بعد 2005 أو منذ 2005 اللي هي يسموها بين قوسين أركان البيت الشيعي، يعني الأحزاب الإسلامية الشيعية والميليشيات، اللي استطاعت إيران أن
تجعلها وكلاء لها من ذاك اليوم لليوم الحقيقة. وأهداف إيران ثلاثة في هذا، وهي تحقق هذه الأهداف. أهداف إيران أن يكون أن لا يكون العراق عائق جيوسياسي، وبالتالي تم ضم العراق لمحورها الإقليمي. اثنين، أن 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 لا يكون في العراق قوة عسكرية قادرة على أن تكون خطرة على إيران مرة ثانية وتعيد لها الحرب العراقية الإيرانية، وهذا قد حصل لأنه ليس هناك جيش ولا شرطة بالمعنى الوطني، لأنها مرتبطة بالوطن وليس بأي عوامل خارجية. وثلاثة، اللي الشيء اللي ناقشتيه أنت والدكتور مناف واللي على أساس كلام حاكم الزاملي، هو أن لا يكون للعراق أن لا يكون العراق قوة اقتصادية منافسة خطيرة لإيران، وبالتالي لا اقتصاد اليوم في العراق ولا عسكرة في العراق ولا سياسة في العراق قادرة على أن تتعامل مع إيران باعتبارها دولة وإزبالية دولة وطنية. ولذلك احنا وصلنا بعد 20 سنة إلى هذه النتيجة الحقيقة. هذه هي الميليشيات اللي خسرت بالانتخابات الأخيرة، وإحنا صارنا 240 يوم لليوم ما عندنا حكومة، بسبب أن هاي الميليشيات التي خسرت ترفض أن يكون هناك نظام سياسي آخر متشكل من التحالف الثلاثي. الحقيقة إحنا واصلين إلى هاي النقطة، والقلق أنه إذا ما تشكلت حكومة معناته إحنا راح نذهب إلى تكرار ما فعلته إيران منذ 2005 إلى اليوم في هذا المجال. وهم معروفين، آخر شيء هم يعني ضربوا المنتفضين، وآخر شيء استهدفوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وآخر شيء الآن يريدون يقصون الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة، ويريدون يقصون الصدر من جهة أخرى، ويريدون يقصون حتى تحالف السيادة من جهة أخرى وتحالف إنقاذ وطن. لذلك الحقيقة هؤلاء هم لب الإقصاء، وإحنا عايشين لازلنا ولا ندري كيف ستكون السياسة سواء كانت إقليمياً أو دولياً وحتى محلياً ضد هذه المجال. دكتور عبد الستار، اللافت كذلك في كل التصريحات التي جاءت على لسان الزاملي نائب رئيس مجلس النواب العراقي حين قال بأن داعش متورط في أو تنظيمات الإرهابية بشكل عام متورطة في استهداف وتخريب أبراج الكهرباء، ولكن في جزء حقيقة هي ليست بريئة من هذه التهمة، ولكن في الجزء الآخر والأكبر بأن هناك جهات سياسية نافذة ومستثمرين هم من يقومون بهذه العملية بتخريب أبراج الكهرباء. هذا يدفعنا للحديث عن مسائل مختلفة، عن الاغتيالات أو ملفات أخرى التي دائما تتهم فيها التنظيمات الإرهابية. أيعقل بأن هناك جهات أخرى كذلك هي من تقوم بالعملية وتتهم التنظيمات الإرهابية بينها داعش؟ والله أنا أعتقد الآن، وهذه المعلومات التي يعني وصلت إليها، الآن يجري العمل على يعني فك كل الأسرار اللي ربطت داعش بالميليشيات منذ نكبة حزيران 2014 اللي سحب المالكي الفرق الأربعة إلى اليوم. من يقف خلف داعش؟ قتل البغدادي في أدلب، وقتل خلف خليفته أيضا في أدلب، والأخبار تتحدث على أن تركيا اعتقلت الزعيم الثالث. الحقيقة أنا مستغرب أنه كل الناس اللي هم ضد داعش اللي هم الميليشيات الإيرانية، سواء كان نصر الله وكتائبة أو بشار وربعة أو جماعة الحشد وربعة أو الحرس، ما مهتمين لخبر أن تركيا اعتقلت زعيم داعش. ليش؟ أنا أعتقد إحنا قاعد نشهد تقارب إقليمي وأيضا تغير بالمعادلة المحلية، في أن داعش كعامل ديني مسلح عابر للحدود يبحث عن خلافة ما قبل 1920، مثل ماعش اللي أيضا هي عامل ديني مسلح خارج عابر للحدود، أي مثل القاعدة. هاي العوامل كلها هي ضد منظومة سايكس بيكو. فإحنا بصراحة الآن حتى الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها 2500 واحد موجودين كاستشاريين تبحث من حكومة بغداد على تفويض باستخدام القوة ضد الميليشيات. لأن استخدام القوة ضد داعش موجود وأكو تحالف دولي. فمتى توفرت من الحكومة أمور وتخويل واضح لقوات التحالف الدولي أو للأمريكان 2500 باستخدام السلاح ضد الميليشيات، عندها ستكون هذه الميليشيات سواء في بيروت أو في دمشق أو في بغداد أو حتى داخل طهران مستهدفة بتفويض باستخدام القوة الذي استخدمه ترامب ضد المهندس سليماني. نحن وصلنا إلى هذه الفترة. طبعا هم الجماعة يتخادمون مع داعش ويتمنون أن يتخادمون مع الولايات المتحدة من خلال داعش طبعا. في سؤالي الأخير دكتور عمر، هل يمكن للأجهزة الأمنية أو للحكومة العراقية المرتقبة بالتأكيد أن تقوم بإيقاف هذه الميليشيات على الأقل في مسألة أبراج الكهرباء وأنابيب النفط؟
والله شوفي احنا تعرفين اكو مسائل، احنا اليوم اكو سونامي وطني دا يغزو المنطقة وهذولا ضد الوطنية وضد القومية، والحقيقة احنا بالعراق عندنا صراع يعني حول الوطنية، يردون يعني يستفيدون الإيرانيين من هذا التيار من أجل البقاء فترة في السلطة. فأنا أعتقد دون يعني أن تنبلج إيش يعني ينبلج الصراع في هذه النقطة، الأخبار تتحدث على أن البصرة وميسان وذي قار ربما ستشهد نوع من الصراع ما بين طرفي الميليشيات يعني اللي مرتبطة بإيران واللي هي والمعاكسة لها، وبالتالي ربما ينتقل هذا إلى 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 قبائل ذكرتوها بالحديث مع دكتور منافي اللي هي موجودة على خطوط الطاقة ولا على خطوط الكهرباء ولا على خطوط أخرى. الحقيقة ما لم يحصل شيء محلي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم شيء غير موجود، يجب أن يكون هناك حليف محلي للتحالف الدولي في مواجهة هذه الميليشيات، ونحن بانتظار هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك. من اسطنبول كنت معنا الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي العراقي الدكتور عمر عبد الستار. والأخبار ليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. حزب الوطنيين الديمقراطيين التونسي يفصل النائب منجي الرحوي بعد مشاركته في اجتماعات الحوار الوطنية. الحصيلة حتى الآن سقوط خيرسون أمام ماريوبيل الميناء المحاصر. بعض الناس لم يجد أي طريقة للخروج من هذه المناطق المدمرة. ما يحدث حتى على الحدود البولندية؟ 2,057,114 دخل الأراضي البولندية. حتى الآن تم السيطرة على 50% من مدينة ماريوبيل. قبل أقل من ساعة من الآن حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير، وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة؟ هل لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية؟ طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب. هذا هو الحصار، روسيا تحاصر المدن الكبرى الآن أيضا. وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه اللحظة. روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية اسكندر. موضوع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين. نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد إلى تونس الآن، حيث قرر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فصل عضوه النائب منجي الرحوي، وذلك بعد مشاركته في اجتماعات الحوار خلافا لقرار الحزب المقاطعة. وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي إنه قرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا. هذا وكان حزب الوطنيين أعلن سابقا رفضها المشاركة في لجان الحوار الوطني، واعتبر مشاركة الرحوي محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع. من جهة أخرى قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن نهاية الانقلاب على الشرعية باتت وشيكة، خاصة في ظل التقارب الحاصل بين جميع الأطراف في البلاد وفق تعبيره. وأضاف الغنوشي أنه يحيي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض المشاركة في الحوار الوطني. وفي سياق آخر اتهم الغنوشي قيس سعيد بممارسة ضغوط على وزيرة العدل للإسراع بفتح ملفات حركة النهضة. مسيرة دقاش دقاش يا غنوشي يا تفاح يا قد الأرواح، 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 يا غنوشي يا تفاح. مسيرة سلمية، ما
مسيرة سلمية، مسيرة سلمية يعرضونا بالحجر، يضربوا فينا بالحجر، مسيرة سلمية يضربوا فينا بالحجر، مسيرة سلمية، مسيرة سلمية. من العاصمة التونسية ينضم إلينا النائب السابق في البرلمان التونسي عبد العزيز القطي. سيد عبد العزيز، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. سيد منجر رحوي هو مثال فقط لما يحصل الآن في الساحة السياسية التونسية. منجر رحوي هو قيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين، شارك في اجتماعات الحوار لأنه دعي إليها، ولكن الحزب حزبه كان رفض المشاركة، ما أدى بالحزب لسحب عضوية القيادي منجر رحوي. هذا مثال فقط السيد عبد العزيز، ولكن إلى أي حد تعتقد بأن هذا الحوار الذي يجري الآن في تونس والذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد قد خلق جدلاً وانقساماً جدياً داخل الطبقة السياسية وحتى داخل الحزب الواحد؟ شكراً. مساء النور. مساء النور. ليس فقط الحوار، هو منذ يوم 25 جويليا والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية كانت بمثابة زلزال سياسي على جميع المستويات، وكان لهذا الزلزال التداعيات والارتدادات على بعض المستويات والعديد من المستويات، وخاصة على المستوى الحزبي والتنظيمات الحزبية، والتي هي تنظيمات هشة بطبيعتها، ليس لها امتداد شعبي كبير، ليست مهيكلة، العديد منها في قبضة مجموعة صغيرة أو ما يسمى بين ظفرين بالزعيم، بقي على رأس هذه الأحزاب لمدة طويلة. يعني التركيبة السياسية بطبيعتها هي هشة وهشة جدا. وما وقع يوم 25 جويليا وكذلك بعد الإعلان على الحوار الوطني واستدعاء العديد من الأحزاب بقطع نظري على المضمون الذي حوله هذا الحوار، ولكن الشكل أدخل بعض الارتباك والإرباك على بعض المكونات السياسية التي سواء رفضت أو التي دخلت في جدال ونقاشات داخل مؤسساتها إن كانت لها بعض المؤسسات، مما أدى إلى بعض الاستقالات، بعض الانسحابات، وكل هذا طبيعي جدا. الحدث الأبرز لربما هو سيد منجي الرحوي الذي يعتبر أولا هو ابن الوطنيين الديمقراطيين الموحد وهو زعيمه الشهيد شكري بالعيد. اليوم نرى بأن الرئيس الجمهورية بما وقع أو بما قام به أولا بحل المجلس الأعلى للقضاء المقبور وكذلك الإعفاءات والعزل الذي قام به العديد من القضاة وإخراجه إلى العلن للملف السري لحركة جهاز السري لحركة النهضة وملف الاغتيالات السياسية، أول المستفيدين من الطبيعي أن يكون هذا الحزب، ولكن حزب منجي الرحوي ارتأى غير ذلك، وكذلك اليسار في تونس وبقيادة السيد حمل همامي الذي رأيناه البارحة وهو مصطف مع مجموعة ضد قيس سعيد ويتهمونه بالانقلاب، مما جعل الجميع في تونس يعتبره وكأنه يخدم لصالح حركة النهضة. كل هذه الأسئلة لربما الإجابات واضحة عند السيد منجي الرحوي، ولست هنا للدفاع عنه، ويعتبر بأن اللحظة التاريخية والمشاركة في هذا الحوار واجبة، لأن بالنسبة له كمنتمي لحزب الشهيد شكري بالعيد أن يكون إلى جانب هذه العملية التي يعتبرها كالعديد من التونسيين عملية إنقاذ لتونس. نعم، ولكن سيد عبد العزيز، المسألة لا تتعلق بالديمقراطيين الوطنيين فقط، وإنما تتعلق بجمعية القضاة التي قررت إضرابا الاتحاد التونسي للشغل، عارض الحوار وطلب كذلك لإضراب. هناك شخصيات وأحزاب سياسية معارضة حتى وإن لم تكن قريبة من جبهة أو حركة النهضة. هل يجدر الحديث الآن عن جبهة موحدة معارضة للحوار، ومنه هي معارضة للرئيس قيس سعيد؟ لربما معارضة للرئيس قيس سعيد، معارضة لربما لما يقوم به الرئيس قيس سعيد لبعض الخطوات التي العديد من التونسيين لهم تحفظات حول الشكل، ولكن المضمون والمبدأ هنا
الفرق يكون بينا بين هذه التركيبات المعارضة. ولا يمكن أن نتحدث عن معارضة موحدة أو عن طيف معارض لقيس سعيد موحد من اليسار إلى أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. لا سيدتي، هناك مجموعة الآن التفت حول حركة النهضة طمعا في الرجوع إلى السلطة يوما ما، وبهذه الطريقة يكون لها نصيبها من الغنيمة ومن الحكم بعد لربما قيس سعيد بين الظفرين. وهناك من يعارض قيس سعيد هو مع 25 جويلية، هو مع القطع مع العشرية السوداء، مع القطع مع حكم الإخوان، مع محاسبة الإخوان، محاسبة حركة النهضة وفتح ملفاتها، ولكن يعتبر بأن قيس سعيد لربما بما يقوم به هناك غموض كبير، هناك انفراد بالسلطة، ليست هناك عملية تشاركية تقوم بين الأطراف المعنية ببناء تونس وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر نفسه شريكا في هذا الوطن منذ الاستقلال إلى اليوم، وله وزنه وله قيمته وله مقترحاته باعتبار كل المخابر التي لديه ضمن المؤسسات الاتحاد تشتغل من أجل تقديم هذه المقترحات. ورئيس الجمهورية لم يعطي أهمية لهذه المنظمة ولبعض الأحزاب الأخرى التي كانت إلى جانبه وهي إلى اليوم إلى جانبه فيما قرره يوم 25 جويلية، ولكن تعتبر بأنه لربما انحرف أو لم يوفق في المراحل التي يجب أن تكون ما بعد 25 جويلية، وعليه يجب التفرقة. المعارضة ليست موحدة، هناك من هو مع حركة النهضة ومع حركة الإخوان من أجل إنقاذهم طمعا في الحكم، وهناك من يريد لتونس مستقبلا يبنيه مع رئيس الجمهورية، ولكن لربما رئيس الجمهورية في عدم التواصل مع كل هذه المكونات الجدية الصادقة الوطنية الفاعلة جعل لربما هذه المعارضة تظهر اليوم. ولكن إذا قدم أو مد يده رئيس الجمهورية، وأنا متأكد بأن هناك تغييرات ستقع في الأيام القليلة القادمة، سنرى أن العديد من هذه المكونات ستلتحق بالحوار، ستلتحق بعملية البناء الجديدة على أسس تكون واضحة يتم الاتفاق عليها وتكون جدية مع رئيس الجمهورية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة التونسية النائب السابق في البرلمان التونسي عبد العزيز القطي. قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة مع رويترز إن قواته المدعومة من الولايات المتحدة ستنسق مع قوات النظام السوري لصد أي هجوم تركي مرتقب على شمال البلاد، مضيفا أنه يجب على دمشق استخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات التركية. وأشار عبدي إلى أن قواته منفتحة على العمل مع قوات النظام السوري للتصدي لتركيا، وأضاف أن زيادة التنسيق العسكري مع دمشق لن يهدد الحكم شبه المستقل، وأن الأولوية هي الدفاع عن الأراضي السورية، ولا أحد يفكر باستغلال الوضع لتحقيق مكاسب على الأرض. هذا وحذر عبدي من أن الهجوم التركي قد يؤدي أيضا إلى عودة ظهور تنظيم داعش، لأن قواته لا تستطيع المحاربة على جبهتين وفق قوله. من برلين ينضم إلينا نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات. السيد نواف أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. إذن قوات سوريا الديمقراطية تطالب بتنسيق مع قوات النظام لصد هذا الهجوم التركي، بداية نريد تفسيرا لهذه الخطوة، ما الذي يجعل القوات الكردية تستعين بقوات النظام ولا تبحث عن حماية أمريكية مثلا؟ مساء الخير لك والمشاهدين. الاتفاقات الموقعة بين الجانبين التركي والأمريكي كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية تضمن المنطقة التي تمتد من قامشتي إلى ديريك، وروسيا الضامن من درباسية إلى من بجوة الرفع. يعني الموقف الأمريكي واضح حتى الآن، يقبض ضد من أي عملية تركية أو غزو جديد للمنطقة، والموقف الروسي المعلن كذلك. لكن هنا نتحدث عن
هنا نتحدث عن الدولة التي لا تزال معترفة بها من قبل الأمم المتحدة، الدولة التي بات أغلب الدول العربية تتعاطى معها، الدولة التي يعني ربما يعني غض العالم الطرف عن المطالبة بإسقاط النظام، وهو نظام استبدادي يعني لا شك في ذلك. لكن حينما يكون هناك خطر يتهدد المنطقة برمتها كما شاهدنا في عفرين حيث تم التغيير الديموغرافي الواسع وتم تهجير مئات الآلاف، بالتأكيد الإدارة الذاتية ستبحث عن التواصل مع النظام كما دعت النظام أيضا في عفرين 2018 وسركة نير عصعين 2019، لكن النظام آنذاك حاول بالتوافق مع الروس المطالبة بتسليم المنطقة كلها له، وهذا ما لم يحصل ولن يحصل. وما الذي يضمن هذه المرة كذلك بأن لا يحصل هذا السيناريو، أن يحقق النظام مكاسب باعتباره سيتدخل في هذه المنطقة ويمنع إن استطاع فعلا العملية العسكرية وأن يبعد الأتراك على الأقل؟ القضاء الكبرى لا يستطيع أحد التعاطي أما كل شيء أو لا شيء. يعني حينما كانت الحرب العالمية الثانية تحالف المعسكر الغربي الديمقراطي مع المنظومة الاشتراكية الشمولية، يعني هناك حينما يكون هناك خطر تبحث عن أفضل السبل وليس أفضل السبل أو أفضل ما تريد. يعني أعتقد أفضل ما يمكن أن تحصل عليه قوات سوريا الديمقراطية التزام أمريكي وروسي وأيضا وضع الدولة وليس النظام لوحده، هذا جيش يفترض به أنه جيش الدولة السورية وليس النظام السوري. أما ما الذي يضمن؟ فبالتأكيد الوجود القوي لقوات سوريا الديمقراطية والتوافقات التي حصل عليها حتى الآن لن يحصل ذلك، يعني لأن في عفرين لم يستفد النظام وبالتأكيد خسرت الإدارة كثيرا. ربما يمهد النظام لعملية أكبر، ربما يستجيب لنداءات قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لبدء حوار حقيقي يفضي إلى إيجاد حل وتسوية مستدامة للحالة السورية والاعتراف دستوريا بالمنطقة الشمالية الشرقية أيضا. نعم، حينما يقول قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن العملية العسكرية التركية قد تؤدي إلى عودة تنظيم داعش، ببساطة يقول لا نستطيع أن نحارب على جبهتين، تركيا من جهة وتنظيم داعش من جهة، من يهدد في هذه الحالة وبماذا يهدد؟ هل يقصد مثلا مسألة سجناء تنظيم داعش في السجون الكردية؟ يعني منذ أن تولى الجنرال مظلوم عبدي قيادة قوات سوريا الديمقراطية لم أسمع له تصريحا يهدد أو يبتز طرف من الأطراف، إنما هو يقوم بتوصيف الحال. حينما تهدد ثاني أكبر قوة في حلف الناتو وأقصد تركيا ملايين الناس والحدود مشتركة بيننا وبين تركيا، يعني كيف يمكن لقوات سوريا الديمقراطية أن تجد الإمكانية لحماية العديد من السجون التي يعتقل فيها الدواعش وعشرات الآلاف من عوائل داعش في أكثر من مخيم، ليس فقط مخيم الهول ومخيم روج، وشاهدنا كيف استطاعت داعش في لحظة معينة أن تهاجم سجن غويران. أنا أجزم أن الدواعش، وأنا التقيت بهم، أنا أجزم أن الدواعش يستعدون للحظة التي تهاجم فيها القوات التركية للهجوم على العديد من المناطق. أن يضع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية أمام العالم هذه حقيقة وتوصيف للوضع الذي سيكون خطيرا وخطيرا جدا. نعم، في سؤال الأخير السيد نواف، هذه المطالب الكردية، مطالب قوات سوريا الديمقراطية بتنسيق ما مع النظام لمنع هذه العملية العسكرية التركية، ولكن عمليا هل يستطيع النظام السوري أن يقوم بشيء لمنع أو لإيقاف أو لإبعاد العملية العسكرية التركية؟ حينما يتم التوصل بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري إلى اتفاق، فهذا يعني موافقة روسية أو يعني مباركة روسية، وهذا يعني الكثير. تركيا لا تستطيع أساسا أن تهاجم المنطقة دون أن تتفق مع الجانب الروسي، والجميع ينتظر بشيء من القلق أو بكثير من القلق اللقاء المرتقب بين سيرجي لافروف والمسؤولين الأتراك. هذه مسألة تأتي في ظل حالة شديدة التعقيد في الداخل التركي. شكرا جزيلا لك، أعذرني على المقاطعة وقت المخصص المقابلة، أنت كنت معنا من برلين نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات، شكرا. نلقاكم على أصل الساعة الثانية من أخبار الليلة، السلام عليكم.
هو شاف في أشياء إحنا مشينا فيهن وهو ما كانش راضي عليه. أول الموضوع الاتحاد الأفريقي هم مش راضي عليه. تخرج أفريقيا عن النفوذ الفرنسي هذا مسألة غير مطلوبة. هل كان في خلاف بين سيف والمعتصم؟ الطيب الصافي الطيب آخر نائب رئيس حكومة في عهد معمر القذافي. كان الهدف الأساسي بتاعه الإدارة الإيطالية لازم تحتذي الرشاوة. فوجد هذا الأمر عند برلسكوني وتحقق هذا الأمر. وبرلسكوني جاء قبل يد ابن شيخ الشهداء المختار. هل يمكن أن توثق للتاريخ أنه هذه معلومات بأنه باريس قررت ونفذت تصفية القذافي؟ الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير الجمعة 10:30 على شاشة العربية. بين مساء أمس على الساعة 6:00 صباحا إلى فجر اليوم الساعة 6:00 صباحا 60 حريقا في مختلف جهات البلاد. السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة، أولا هل في أي إيضاحات من جانب الدولة حولها؟ ربما يكون تحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه حركة النهضة في الأيام القادمة. الرئيس قيس سعيد قال لا حوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد؟ التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة الطريق لاسترجاع المسار الثوري لأبناء الشعب التونسي. بعض الأصوات عالت مجددا وتطالب بالمحاسبة والاستجابة لأهداف الثورة. هل بالنسبة إليك واضحة عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد أم كما يصف البعض بأنها غامضة؟ هناك من يريد أن يجعلها سياسة الأرض المحروقة في تونس. كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الآن؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ وصف عضو تحالف الفتح العراقي رفيق الصالح المبادرات السياسية التي تقدم بالكثيرة التي لا تجد إجابات واضحة. كما عودنا الإطار التنسيقي في مبادرات السابقة مبادرات لا تحرك ساكن. كل ما جاء هو إتاحة الفرصة للمستقلين، جعل الفضاء الوطني هو الفضاء الأهم. ما دلالات استمرار القصف على مناطق حيوية في إقليم كردستان؟ لماذا لا يتحرك الجيش العراقي ويحتل تلك المرتفعات؟ الآن هنالك توجيهات طبعا من القائد العام للقوات المسلحة لمواجهة هذه الظاهرة. كيف هو الوضع الآن في سنجار بعد هذه العملية بين الجيش وبين البيشة؟ الفوج الذي يقاتل الجيش العراقي هو يتبع إلى الحشد الشعبي، عصائب الحاق، حشد الشبك، سيد الشهداء، هذه أذرع إيرانية. ماذا لو فعلا إيران تود أن تستخدمهم؟ لماذا تحركهم بهذا التوقيت تحديدا؟ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة. ميليشيا الحوثي تتعامل مع صنعاء بعقليات رجل العصابات. هناك استهداف متعمد وممنهج من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين. نحن نتجه الآن للخطوط الأمامية في جبهة البلق الشرقي. الحوثية منذ نشأتها الأولى وحتى اللحظة وهي منظومة. هناك إملاءات النظام الإيراني. حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب. ثلاث مديريات الآن فرضت فيها حالة الطوارئ. هل المشهد العسكري اليوم فيه متغيرات جديدة؟ سواء في محافظة مأرب أو في محافظة شبوة رأينا تلك الضربات الجوية الحاسمة والقاصمة. نحن الآن وسط سوق مديرية عسيلان الذي تم تطهيرها من قبل ألوية العمالقة. تعرض سفينة شحن ترفع علم الإمارات للقرصنة من قبل الميليشيات. الجماعة الحوثية تقوم بنقل أسلحة إلى داخل هذه السفينة المختطفة. كيف يمكن تفسير هذه العملية والرسالة من ورائها؟ عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية:
الهدنة تظل في شوارع تعز. الحكومة اليمنية تنتظر رد الحوثيين على مقترحات لفتح الطرق وتحذر من رؤية أحادية. نائب رئيس البرلمان العراقي يكشف تورط أحزاب سياسية وشركات دولية لتفجير أبراج الكهرباء وسرقة النفط. قوة سوريا الديمقراطية تطالب النظام بتفعيل دفاعاته الجوية لصد الهجوم التركي المرتقب وتحذر من فتح أبواب سجون داعش. صواريخ أمريكية بعيدة المدى توتر أجواء أوكرانيا. بوتين يهدد بضربات موجعة لأهداف جديدة والقصف يطال كييف مجدداً. وإسرائيل تستفز لبنان بالتنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها. نقاط يحذر من فرض أمر واقع وعون يعتبره عملاً عدائياً. السلام عليكم. أسلحة الغرب التي تتدفق إلى أوكرانيا دون انقطاع باتت تشكل هاجساً أمنياً جديداً لدى موسكو، لا سيما تلك التي يصل مداها إلى الأراضي الروسية. وبتحذير شديد اللهجة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستستهدف مواقع جديدة دون أن يسميها. استلم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا. وتأتي تصريحات بوتين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خططاً لتزويد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ هيمارس عالية الدقة بعد أن تلقى تطمينات من كييف أنها لن تستخدمها في ضرب أهداف داخل روسيا. لكن خبراء عسكريين أشاروا إلى أن مدى الصواريخ الأمريكية أبعد بقليل من مدى المنظومات الروسية المماثلة، ما يسمح لكييف بضرب المدفعية الروسية مع البقاء خارج مرمى نيرانها. إذا كانوا سيزودونهم بالصواريخ طويلة المدى فسوف نتوصل إلى استنتاجات معينة ونستخدم وسائل التدمير الخاصة بنا والتي لدينا ما يكفي منها لضرب تلك الأهداف التي لم نقم باستهدافها بعد. وفي سياق متصل أعلنت روسيا أنها دمرت مدرعات سلمتها دول من أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا في الضربات الجوية التي استهدفت كييف اليوم وكانت الأولى منذ أسابيع. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها القوات الجوية الروسية على ضاحية كييف دمرت دبابات من طراز 72 قدمتها دول من أوروبا الشرقية. دمرت الصواريخ طويلة المدى عالية الدقة التي تطلقها القوات الجوية الروسية دبابات T-72 التي قدمتها دول أوروبا الشرقية وعربات مصفحة أخرى موجودة في مباني مؤسسة لتصليح السيارات في ضواحي كييف. في منطقة أوديسا أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة نقل عسكرية من طراز IN-26 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. من كييف ينضم إلينا لمناقشة كل هذه التطورات الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف، ومن موسكو ينضم إلينا ديمتري بريجي المحلل السياسي، ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. البداية من موسكو من السيد ديمتري. بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة بعد حصول أوكرانيا على أسلحة غربية جديدة وفي حال استخدام أوكرانيا لهذه الأسلحة، ما الأهداف الجديدة التي تعتقد أن الرئيس الروسي يقصدها ويهدد الآن بضربها؟
مساء الخير لكم للسادة المشاهدين. أعتقد بأن يعني الآن بات من الواضح بأن روسيا إذا ما تم استهداف الأراضي الروسية أو المناطق القريبة لأوكرانيا بأسلحة من أوكرانيا، فأعتقد بأن يعني روسيا سوف تستهدف مراكز القرار الأوكراني ويعني القيادة العسكرية للقوات الأوكرانية وأيضا مراكز القرار السياسي في أوكرانيا. أعتقد بأن يعني هذا الشيء واضح من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يعني في بداية العملية العسكرية الروسية كان هناك أيضا استهداف لمراكز القرار في كييف ويعني مراكز يعني تدريب القوات الأوكرانية والقواعد العسكرية الأوكرانية، وأعتقد بأن نفس السيناريو سوف يتكرر إذا ما تم التصعيد من الطرف الأوكراني ضد يعني المناطق الحدود المناطق الموازية للحدود الروسية الأوكرانية، وإذا ما تم استهداف مقاطعة دونباس من قبل القوات الأوكرانية، فأعتقد بأن سوف يتم استهداف مراكز القرار أولا، وتاليا سوف يتم استهداف مراكز تسخين يعني تخزين الأسلحة للقوات الأوكرانية. وأعتقد بأن يعني كما قلت هذا الشيء واضح من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه حذر الطرف الأوكراني بأي تصعيد ضد روسيا وضد الأراضي الروسية. نعم سيد فلاديمير، إذن الرئيس الروسي يهدد بضرب أوكرانيا من ويهدد بضرب كييف تحديدا، وبالفعل العاصمة الأوكرانية ضربت اليوم وخاصة مواقع تخزين الأسلحة الغربية، هذا ما يقال، ولكن نريد أن نعرف بعض الأخبار الجديدة حول الأهداف التي ضربت في العاصمة الأوكرانية كييف. هل فعلا كانت فقط مراكز تخزين أسلحة أم يجري الحديث في أوكرانيا عن أهداف أخرى؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة اليوم في الصبح نحن في كييف استيقظنا من سفرات الانذار. نعم. روسيا هي قصفة اليوم مدينة كييف، ولكن هي قصفت. سيد فلاديمير أعذرني ولكن هناك خلل تقني لا نستطيع سماع الصوت بوضوح، سنحاول حل هذا الإشكال التقني، ولكن دعني أنتقل للدكتور إدمون غريب من واشنطن قبل أن أعود إليك السيد فلاديمير. دكتور إدمون، واشنطن مستمرة في مسألة إرسال الأسلحة ولكنها في سياق آخر تتحدث عن المفاوضات وأنه في مرحلة ما يجب على الجميع أن يقدم تنازلات ما أو أن يذهب إلى الحوار. ألا يخشى أمريكيا بأن هذه الأسلحة الغربية أو الأسلحة الأمريكية هي من تطيل فعليا الحرب؟ تحياتي لك ولضيفتك الكريمين. من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تزال تبعث خاصة في هذه الأيام برسائل مختلطة إلى حد ما. من ناحية نسمع من المسؤولين الأمريكيين بأن الإدارة الأمريكية لا تريد تغيير النظام في روسيا بغض النظر عن قدرتها وعدم قدرتها في تحقيق ذلك، وفي نفس الوقت أيضا نسمع بأن من بعض المسؤولين بأنهم يريدوا نهاية لهذا الصراع، ولكن في نفس الوقت الذي نسمع ذلك نسمع أيضا بأن هدف الإدارة الأمريكية لا يزال إيلام الروس أو إلحاق الضرر بروسيا، وأيضا مساعدة أوكرانيا على تحقيق تقدم على استرجاع بعض المناطق أو المناطق التي فقدتها إذا كان ذلك ممكنا، أو على الأقل مساعدتها على الاستمرار في هذه الحرب لمواجهة القوات الروسية، وبالتالي فإن هذا فعلا يعني إطالة أمد الحرب. إذن هناك رسائل مختلطة نسمعها من واشنطن. في نفس الوقت أيضا بدأنا نرى في الولايات المتحدة أصوات في الكونغرس الأمريكي، وهذه المرة تأتي من قيادات معروفة ديمقراطية وجمهورية، تطلب بإشراف مكثف ودقيق على الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا وإلى أين ستصل. وبعد ذلك أيضا في كما تفضلت وأشرت أو على الأقل السؤال هو أن هناك مخاوف أن الولايات المتحدة كما يقول بعض المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا اليوم وكما نشرت صحيفة الواشنطن بوست معهم، فأنهم يقولوا بأن الولايات المتحدة لن ترسل أسلحة متطورة إلى كييف لأنها تخشى بأن بعض هذه الأسلحة قد تقع في يد القوات الروسية، وعندئذ سيقوم الروس بتفكيكها ومعرفة أسرارها. وبالتالي فهذه أيضا إحدى النقاط التي يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون. نعم سأعود مرة أخرى إلى السيد فلاديمير إن كان يسمعني الآن. سيد فلاديمير
لا أعلم إن كان أو السيد سعودي للسيد ديمتري إذن من موسكو قبل أن أنتقل إلى السيد فلاديمير من كييف. الخلل التقني ما زال قائم إلى غاية الآن. ما الذي تخشاه روسيا سيد ديمتري من هذه الأسلحة الغربية أو من وصول هذا الكم الكبير من الأسلحة الغربية والأمريكية تحديدا؟ هل تخشى موسكو أن تصل الصواريخ إلى أراضيها أم تخشى أن تختل موازين القوى القائمة الآن في المعارك؟ أعتقد بأن من الواضح بأن روسيا تخشى بأن يتم استهداف الأراضي الروسية بهذه الأسلحة، ورأينا من أسابيع القليلة الماضية بأن تم استهداف المناطق الموازية للحدود الأوكرانية، تم استهدافها قبل القوات الأوكرانية. وروسيا تفهم بأن وصول هذه الأسلحة للطرف الأوكراني سوف يعطي المجال للقوات الأوكرانية بأن تستهدف عمق المناطق الروسية، ويعني كما قلت هذا يحدث الآن. وأيضا هناك تخوف من وصول هذه الأسلحة لمجموعات مختلفة يمكن أن تستفيد من هذه الأسلحة يعني استهداف مناطق أيضا الانفصاليين، لأنه رأينا في يعني أيضا البارحة وهذا الأسبوع تم استهداف مناطق الانفصاليين في لوغانسك وفي دنباس من قبل القوات الأوكرانية، وبذلك يعني القوات يعني بشكل عام روسيا والسياسيين الروس يخافون من هذه وصول هذه الأسلحة إلى واستهداف الأراضي الروسية، وبذلك يعني روسيا تهدد أوكرانيا وتقول بأن إذا تم استهداف الأراضي الروسية فسوف يتم استهداف مراكز القرار الأوكراني، صناعة القرار الأوكراني، واستهداف مراكز يعني القرار السياسي أيضا والعسكري. واعتقد بان يعني اذا ما استمر التصعيد من الطرف الاوكراني فسوف نرى هذا الاستهداف كما حدث في الايام الاولى للعمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا. راينا بان تم استهداف مخازن للاسلحه، راينا تم استهداف القواعد العسكريه الاوكرانيه. واعتقد بان اذا ما يعني تكرر السيناريو يعني استهداف يعني المناطق مناطق الانفصاليين فسوف يتم استهداف مراكز القرار كما حدث في الايام الاولى للعمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا. والان واضح بان الآن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني تفهم ذلك وتدرك بأن وصول هذه الأسلحة للطرف القوات الأوكرانية يعني هناك مخاوف بأن يتم أيضا أن قوات الروسية تسيطر عليها. ولكن أيضا بأن فلاديمير بوتين رئيس روسيا فلاديمير بوتين قال بأن يعني لا هذه الأسلحة يعني هي بكل تأكيد تهدد روسيا، ولكن روسيا لديها رد مماثل على وصول هذه الأسلحة للطرف الأوكراني. نعم دكتور إدمون، في هذا الإطار، صحيح أن بايدن حينما أعلن عن تسليم صواريخ جديدة إلى أوكرانيا قال إنه حصل على بعض الوعود من الجانب الأوكراني بعدم استخدام هذه الأسلحة للوصول إلى الأراضي الروسية، هذا ما قاله بصراحة، ولكن عمليا ما الذي يضمن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد روسيا، ضد الداخل الروسي، وفي حال استخدمت ضد الداخل الروسي ما الذي يعني هذا الأمر بالنسبة لواشنطن؟ فعلا هذه نقطة مهمة، ولذلك رأينا بأنه كان هناك تغيير إلى حد ما في الموقف الأمريكي. الإدارة الأمريكية في البداية كانت تنوي إرسال هذه الصواريخ نفس النوعية، لأنها نوعية متقدمة جدا ولديها القدرة على إصابة الأهداف بدقة، ولكن بإمكان بعضها الوصول إلى مسافة 170 وربما إلى 180 كيلومتر، وهذا يعني بأن هذه الصواريخ قادرة على إصابة الأراضي الروسية وإصابتها في العمق. ولذلك رأينا أن الإدارة تراجعت إلى حد ما، من ناحية هي أرسلت هذه الصواريخ التي يمكنها أن تصل إلى مسافة 80 كيلومتر. صحيح إذا كانت هذه الصواريخ قريبة من الحدود الروسية فإنه بإمكانها إصابة الأراضي الروسية، ولكن الإدارة تقول أيضا بأنها قد طلبت وعود من الحكومة الأوكرانية بأنها لن تستهدف الأراضي الروسية، وذلك لأن الإدارة لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع الروس، ولكنها تريد من ناحية مساعدة الأوكرانيين وإطالة أمد الحرب وربما أيضا استنزاف الروس. نعم نرحب مرة أخرى بضيفنا من كييف الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف. سيد فلاديمير أهلا بك من جديد، كنت سألتك حول الأهداف التي ضربت اليوم من قبل القوات الروسية في العاصمة كييف، وما الأهداف الأخرى الجديدة التي تخشى أوكرانيا بأنها ستضرب التي تحدث عنها الرئيس الروسي اليوم فلاديمير بوتين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية سمحني على التواصل السيء جدا اليوم. اليوم في الصبح روسيا قصفت مصنع
مصنع في كييف، هذا مصنع لصيانة العربيات وسكة الحديث، ولكن هذا مصنع عاطل وعطلان منذ سنوات، ولذلك كل هذا الكلمات أن هناك كانت مدرعات ودبابات هذا كلمات فارغة. ولكن في يعني واحد نحن نرى بأن عند روسيا يوجد حق لقصف أوكرانيا ومدن أوكرانية ومن منها ميكولايف وأوديسا. كل يوم روسيا تقصف جنوب أوكرانيا وفي منطقة دونباس، ولكن الآن نحن نسمع اضطراب عصبي من حكومة روسيا حول حصول على أوكرانيا الأسلحة بعيد المدى والرجمات للصواريخ مختلفة. بصراحة عند أوكرانيا توجد حق معنوي لحصول أي نوع من الصواريخ ومن الأسلحة التي نحن نحتاج، لأن أوكرانيا هي التي نزعت أسلحة نووية، وهي كمان نزعت أسلحة باليستية، صواريخ باليستية وطائرات حربية وفقا للمذاكرة بودابشت. هل تقدم العواصم الغربية السيد فلاديمير هذه الأسلحة لكييف من أجل تحقيق تقدم كبير وضرب الداخل الروسي، أم فقط هي تقدمها لاستنزاف روسيا ولإبقاء الوضع على ما هو عليه؟ هذا كمان أيضا لاستنزاف روسيا ولتقدم أوكرانيا، ولكن أوكرانيا بصراحة طلبت كل هذه الأنواع من الأسلحة في بداية الحرب ليس بعد 100 يوما، ولذلك توجد الآن هجوم في روس في منطقة دونباس، ولكن بصراحة خلال هذا الأيام قوات مسلحة أوكرانية وقفت هذا الهجوم، وخاصة في مدينة سيفيرودونيتسك. ولكن نعم، أوكرانيا هي رهينة مواجهة بين حرب بين غرب وبين روسيا، ولكن روسيا عملت خطأ فادح عندما هي هجمت على أوكرانيا، لأن داخل أوكرانيا هذا مستنقع دمي لروسيا. وأخيرا بوتين هو يدرك هذا، وحتى لافروف وزير خارجي هو بدأ نقاش حول مفاوضات مع أوكرانيا، ولكن هذا مستحيل بصراحة. روسيا هي تطلب هذا المفاوضات كي مهلة لتحقيق نصير العام في أوكرانيا في روسيا، بعدين تعزيز قواتها في أوكرانيا، وبعد ذلك هي سوف تهاجم على أوكرانيا مرة ثانية. لأن عند روسيا هدف واحد، هذا تدمير أوكرانيا. نحن نرى أي إبادة جماعية هي تحقق في أوكرانيا في محيط كييف، الآن هي تحقق جرائم حربية في محافظة خرسون، هناك هي تعذب حوالي 600 أوكران في سجن في هذا المنطقة. نعم سيد ديمتري، إن وصلت هذه الأسلحة وهي حقيقة وصلت إلى أوكرانيا، ولكن إن استمرت الأسلحة في الوصول إلى كييف، كيف ستتأثر المعارك بين روسيا وأوكرانيا؟ نعلم بأن المعارك إلى غاية الآن هي في رقعة جغرافية فيها القوى متقاربة جدا، ولكن الصواريخ على ما يبدو الآن التي تصل إلى أوكرانيا هي بعيدة المدى. كيف سيؤثر هذا الأمر على المعارك؟ أعتقد بأن يعني سوف تشتد المعارك إذا ما تم استهداف مناطق تواجد القوات الروسية وأيضا مناطق تواجد الانفصاليين. من الواضح بأن يعني كما قلت في الأسابيع القليلة الماضية تم استهداف دونيتسك ومناطق أخرى يسيطر عليها الانفصاليون، وهذا الشيء يعني هو تصعيد من الطرف الأوكراني ضد يعني القوات الروسية. وأعتقد بأن وصول هذه الأسلحة سوف يصعد من الوضع وسوف يصعد من الصراع يعني الروسي الأوكراني، لأن الآن يعني الصراع يتحول إلى صراع طويل الأمد، لا يوجد أمل بالمفاوضات، لأن المفاوضات حتى الآن الطرف الأوكراني لم يقبل الشروط الروسية، وأيضا يعني روسيا ماضية في العملية العسكرية الروسية حتى أن تحصل على نتائج التي كانت تريد القيادة العسكرية الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن الواضح بأن الآن ملف المفاوضات بات يعني غير مجديا في الحالة الآن التي نراها، وأيضا الطرف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بإرسالها للأسلحة للطرف الأوكراني هي تصعد من الوضع ولا تعطي أمل في الحل الدبلوماسي للملف الأوكراني. وأعتقد بأن الآن لو تم استهداف الأراضي
الروسية واستهداف مناطق الانفصاليين. كما قلت سوف يتم استهداف مراكز القرار ومناطق تواجد الأسلحة الأوكرانية وحتى صناعة الأسلحة الأوكرانية كما رأينا في بداية عندما بدأت العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية. وأعتقد بأن الآن يعني الحالة حالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا حالة تحولت إلى صراع بين دول مختلفة. يعني الآن تحول الصراع بين روسيا والدول الغربية، ولذلك نعم. أعتقد بأن هذا الصراع سوف يستمر سوف يكون طويل الأمد حتى يكون هناك أمل في المفاوضات أو حل دبلوماسي لهذا الملف. نعم دكتور إدمون، لنفترض بأن هذه الصواريخ والأسلحة الأمريكية خاصة صواريخ بعيدة المدى استخدمت بالفعل من قبل الجانب الأوكراني وضربت الداخل الروسي بطريقة موجعة، هل هذا يعني بأن المواجهة الآن انتقلت فعليا ومباشرة من مواجهة بين الروس والأوكرانيين إلى مواجهة بين واشنطن وموسكو؟ في هذه الحالة ما الذي يعني هذا الأمر؟ دكتور إدمون؟ هناك تقطع في الصوت قليلا للأسف لم أسمع. بالنسبة لواشنطن، واشنطن تقول بأنها تريد مساعدة الحكومة الأوكرانية. طبعا هناك تفسيرات مختلفة، البعض يعتقد بأنها إطالة أمد الحرب، البعض يعتقد بأن بإمكان الأوكران استرجاع بعض الأراضي، على الرغم من أن عندما يتكلم بعض المسؤولين الأمريكيين حتى في من كانوا في الخارجية أو البيت الأبيض يعترفوا أو يشككوا بإمكانية استرجاع الأراضي التي تمت السيطرة عليها حتى الآن. ولكن أحد الأسباب الأخرى التي أعتقد أن عدد من الخبراء الأمريكيين بأن الإدارة لا تزال مستعدة لإرسال الأسلحة والمساعدات هو أنه ليس فقط لإطالة أمد الحرب والاستنزاف روسيا، بل أنه عندما تبدأ المفاوضات فأنها تريد أن تكون أوكرانيا في وضع أقوى في للتفاوض مع روسيا حول مستقبل أوكرانيا، وخاصة المناطق مثل إن كانت في الدونباس أو في شبه جزيرة القرم أو في مناطق أخرى من أوكرانيا. نعم، ولكن دكتور إدمون غريب، سؤالي كان مختلف قليلا، كنت سألتك إن كانت بالفعل استخدمت هذه الأسلحة من الجانب الأوكراني وضربت الداخل الروسي بطريقة موجعة، في هذه الحالة إلى أي حد يمكن القول بطريقة واضحة ومباشرة بأن الصراع انتقل من روسي أوكراني إلى روسي أمريكي؟ وفي هذه الحالة ما الذي يعني هذا الأمر؟ سؤال مهم جدا، وأعتقد أن هذا الصراع قد انتقل. هذا الصراع ليس فقط صراع بين أوكرانيا وروسيا، لا بل حتى أن أوكرانيا فيما يجري هو حرب بالوكالة إلى حد ما. صحيح أن الأوكرانيين يدافعوا عن أراضيهم، ولكن في نفس الوقت فأن هذه المعركة هي بين حلف شمال الأطلسي وبين روسيا، ولكنها ليست حرب مباشرة بمعنى اصطدام القوات ببعضها البعض. ولذلك أعتقد أن هذه الرسالة التي أرسلها الرئيس الروسي يوم أن هناك أهداف أخرى، أنه إذا استمر إرسال الأسلحة فأنه سيتم ضرب أهداف أخرى. الاعتقاد السائد هنا أنه سيضرب مخازن الأسلحة والذخيرة، وسيضرب هذه الأسلحة عندما تصل إلى الأراضي الأوكرانية، ولكن أيضا قد يبدأ بضرب مراكز القيادة في كييف في العاصمة في العاصمة الأوكرانية، وأيضا البنى التحتية في العاصمة التي كانت أوكرانيا روسيا قد تفادت ضربها حتى الآن. نعم سيد فلاديمير، يقول الرئيس الأمريكي بأن كييف قدمت ضمانات ووعدا بأن هذه الأسلحة أو الصواريخ التي ستصل إلى أوكرانيا لن تستخدم في ضرب الداخل الروسي. ما الذي يدور حول الحديث داخل أوكرانيا؟ هل فعلا يقال أن أوكرانيا قدمت هذا الوعد بأنها لن تستخدم الصواريخ في استهداف الداخل الروسي؟ والله الآن يدور حديث أن هجمات الصواريخ هايمرس، وهذه الصواريخ ممكن استخدام طويل المدى تقريبا 80 كيلومتر، ليست أكثر، ولذلك صعب أن يقول بأن أوكرانيا سوف تستخدم
هذه الأسلحة لضرب داخل أوكرانيا. في أوكرانيا بالمناسبة هي طلبت الرجمات لصواريخ أتاكامس، هذه صواريخ باليستية، ولكن ما زال أوكرانيا لم تحصل من غرب ومن أمريكا مثل هذه الصواريخ. أوكرانيا حتى لا تستخدم هذا الصواريخ ضد روسيا على أراضي روسيا. الروس هم احتلوا مناطق أوكرانية، ونحن سوف نستخدم كل أسلحة عموما ضد روسيا هنا في أوكرانيا. روسيا هي احتلت حوالي 20% من أراضي أوكرانية، وعندنا رغبة واحدة هذه انتقام روس على كل الجرائم التي هم حققوا هنا في أوكرانيا. هذا شيء أول. وثانيا مفاوضات مع روسيا مستحيلة، نحن نطلب شيء واحد، على انسحاب قوات روسيا من هنا ودفع تعويضات، وهذا حوالي تريليون دولار على الخسائر التي روسيا حققت هنا. وأخيرا في هذا الأمر نحن نطلب شيء واحد، من سوف يحاسب على كل جرائم التي تحقق روسيا هنا في أوكرانيا؟ وبهذا السبب ساعة العمل محكمة الجنائية الدولية الجنائية حول جرائم بوتين هنا في أوكرانيا، والمحققين الأوكران والجانب يجمعون أدلة مختلفة هذه الجرائم حربية في أوكرانيا. نعم، شكرا جزيلا لكم جميعا. من كييف كنت معنا دبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف، ومن موسكو كان معنا ديمتري بريجير المحلل السياسي، من واشنطن كان معنا الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم جميعا. والأخبار ليلة مستمرة في بعد الفاصل. تنسيقية لجان المقاومة السودانية تصعد تظاهراتها تزامنا مع الحوار المباشر المرتقب هذا الأسبوع. دامية شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم. شعارات المرفوعة هي استعادة الوضع الدستوري والدولة المدنية. ما في شرعية للانقلاب، ما في تفاوض معهم. عندما تقول أن الأمم المتحدة تطلق مشاورات، تأتيك الهدافات من القوى السياسية، لا نريد الحوار، نحن لن نجلس مع القتلة. الأمور لا تدار هكذا. اجتماع في الرياض يضم أصدقاء السودان، ما هي الآراء حول هذا الاجتماع؟ هذه الجهود الدبلوماسية لن يستطيع أن يحل شيئا ما لم يتعقل المكون العسكري. اللجنة التي شكلها سيد القائد العام للقوات المسلحة أتت في أوانها. حركات الدبلوماسية الأمريكية هل تعد رسالة أكثر صراما من سابقاتها؟ هل يحاول المجتمع الدولي القول من خلال مؤتمر أصدقاء السودان أن طريق الحل الوحيد المدعوم دوليا هو المبادرة الأممية؟ نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد. وصلت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الأمريكية إلى السودان في زيارة تستمر 4 أيام تعمل العملية التي يقودها السودانيون لحل الأزمة. وكانت الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن مساعدة الوزير ستجتمع مع مجموعات واسعة من الأطراف السودانية لحثها على اغتنام الفرصة التي تيسرها الآلية الثلاثية لاستعادة الانتقال الديمقراطي. في المقابل أصدرت بعض تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم جدولا تصعيديا للتظاهرات لبقية شهر يونيو الجاري. ويأتي التصعيد الجديد للجان المقاومة بالتزامن مع انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية هذا الأسبوع. We'll be right back.
من الخرطوم ينضم إلينا لمناقشة كل هذه التطورات نور الدين باباكر، المتحدث باسم المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير. السيد نور الدين، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية وصلت للسودان، على ما أعتقد هي منذ نحو ساعتين وصلت إلى السودان، ستجري بعض اللقاءات والحوارات مع أطراف سودانية. بداية، هل أنتم مدعوون للقاء المبعوثة الأمريكية للشؤون الإفريقية؟ مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين الأكارم. هو بالتأكيد وصلت الوزيرة نائب وزيرة الخارجية قبل ساعات كما ذكرت، ولكن أعتقد أنها ستلتقي بأطراف العملية السياسية في السودان وبكل الفاعلين السياسيين. أعتقد أنه أيضا الزيارة تأتي في إطار دعم دعم عمل الآلية السياسية في مسألة الحل السياسي الذي ابتدرته منذ أشهر. نحن أيضا نتطلع إلى أن تلعب الوزيرة دور إيجابي في دعم العملية السياسية وفي إيفاء الجانب العسكري بالتزاماته التي ظل يرددها طيلة الفترة السابقة. تحدث مؤخرا عن عدة من القرارات، نعتقد أنها عبارة عن أقوال لم يسبقها أي فعل. نحن نعتقد أن هذه الزيارة تأتي في إطار ممارسة المزيد من الضغط على المكون العسكري، وأيضا نتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة متعلقة بملف حقوق الإنسان في السودان الذي أيضا شهد اختراقات كبيرة في الشهور الأخيرة عقب انقلاب 25 أكتوبر. نعم، ستشاركون في الحوار؟ هو نحن طبعا الحوار المدعو له من قبل الآلية اللي نحن طبعا اطلعنا عليه في بيان الآلية نفسها، نحن لم نشارك في تحديد زمن الحوار ولا أجندته، بالتالي لن نكون جزء من أي حوار في الفترة القادمة. نحن في قوى الحرية والتغيير تحدثنا منذ فترة بأننا مع الحل السياسي، ولكن نعتقد أن هذا الحل يجب أن يعبر عن آمال وطلعات الشعب السوداني بإنهاء الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي للفترة الانتقالية والمسار المدني للفترة الانتقالية. أيضا نحن نتحدث عن أنه يجب على الآلية أن لا تتخذ أي إجراءات أو قرارات دون الرجوع للأطراف الرئيسية على الأرض. نعتقد أن هذه الخطوة خطوة غير موفقة. نحن سنلتقي بالآلية قدا كقوى حرية وتغيير، وسنسلم الآلية رؤيتنا التفصيلية لكيفية العملية السياسية وهم هم الفاعلين فيها، ومتى يتم انطلاقها استجابة لمطالب الشعب السوداني ومطالب قوى الحرية والتغيير نفسها المتعلقة بالاشتراطات هيئة المناخ. ذكرنا عدد من الاشتراطات، منها رفع حالة الطوارئ، إطلاق سراح كل المعتقلين، بالإضافة إلى كف الأجهزة الأمنية عن القمع المفرط التي تقابل به المواكب السلمية، وإلغاء كل القرارات التي أرجعت النظام القديم. نحن نعتقد أنه إلى الآن لم يتم اختبار هذه القرارات التي أطلقها المكون العسكري، كلها عبارة عن أقوال لم تسبق بأفعال، بدليل استشهاد أحد الشهداء في آخر المواكب له الرحمة والمغفرة. ما زالت الأجهزة الأمنية أيضا تعتقل العديد من السودانيين، رغم أنها أطلقت صراحة البعض، ولكن ما زالت القانون الذي يبيح لجهاز الأمن حق الاعتقال والتفتيش ولديه حصانة. نعتقد أنه ما لم يتم إلقاء هذا القانون وإتاحة مساحة الحريات الكاملة لا يمكن. نعم، هذه في المطالب المرفوعة قبل هذا الحوار الذي سينطلق هذا الأسبوع، ولكن تطور لافت الآن، الجميع يتحدث باسم الشرع ولكن للشرع ربما وجهة نظر مختلفة بين ممثلي الشارع، تنسيقيات لجان المقاومة الذين يرفضون الحوار ويتحدثون عن جدول تصعيدي عن طريق التظاهر طوال هذا الشهر يونيو الجاري. كيف تفسرون هذه الخطوة؟ هو بالتأكيد نحن نعتقد أن حق التظاهر هو حق مكفول لكل السودانيين، ونعتقد أنه هذه العملية السياسية لا يمكن أن تنهي الانقلاب إذا لم يكن الشارع هو موجود وضاغط. ونعتقد أنه واحدة من الأسباب الرئيسية على خنق الانقلاب طيلة هذه الفترة من 25 أكتوبر وعدم قدرته على التمكن من مفاصل الدولة والمضي قدما في الفكرة الرئيسية للانقلاب، وهي الانفراد بحكم
الشمولي في السودان واحتكاره من قبل العسكريين مرة أخرى، أعتقد أن السبب الرئيسي هو هذا الحراك السياسي. بالتالي سيظل هذا الحراك السياسي والسلمي في الشارع متزامنا مع العملية السياسية. نحن سنضغط بكل جماهير الشعب السوداني ونطالب بكل الحقوق المكفولة بما فيها إنهاء الانقلاب وعودة المسار المدني الديمقراطي. في النهاية نعتقد أن أي حل سياسي لا يعبر عن مطالب هذه الشارع لن يتوج بالنجاح. يعني. نعم، لا أعلم كان لدي بعض الوقت لسؤال أخير. سيد نور الدين، كنت ذكرت في البداية بأن هذه الزيارة للمبعوثة ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية للسودان هي بهدف الضغط. هذا فيما تتزامن هذه الزيارة مع الحوار الذي سينطلق هذا الأسبوع. ما المقصود بالضغط؟ دور الضاغط الأمريكي، هل تقصد به أن هناك إملاءات أمريكية على الجانب السوداني؟ أم أنها ستكون فقط المساعي الأمريكية داعمة وميسرة للحوار؟ نحن نعتقد أنه حسب المواقف المعلنة من الحكومة الأمريكية أنها هي ضد الانقلاب العسكري وهي مع عودة المسار المدني الديمقراطي في السودان، ولو واحد بعدد من الملاحقات الجنائية وعدد من العقوبات يمكن أن تفرض على السودان. بالتالي أعتقد أن هذه الزيارة تأتي في إطار ممارسة المزيد من الضغط وأيضا تسهيل العملية السياسية. أيضا أعتقد أن واحدة من أهداف هذه الزيارة هو يعني دعم الآلية الثلاثية، لأنه أيضا في التصريحات الأخيرة من المكون العسكري شن هجوم كبير على الآلية الثلاثية وهناك كان تلويح بطردها وعدم التمديد. لا أعتقد أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس وتدعم الآلية الثلاثية نفسها بأن هناك قوى عظمى تقف وراء هذه الآلية وهي مع استعادة المسار المدني الديمقراطي في السودان. شكرا جزيلا لك. كنت معنا من الخرطوم نور الدين بابكر المتحدث باسم المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير. والأخبار الليلة مستمرة فيها بعد الفاصل. لبنان يحذر إسرائيل من أي عمل عدائي في المياه المتنازع عليها. فعلاً هناك يعني معارك ساخنة. جونسون قال إن أوكرانيا ستنتصر على روسيا في الحرب وأعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة. هل عملياً يلعب بوتين بورقة اللاجئين؟ مذيع روسي مخضرم يهدد بمسح بريطانيا من الوجود. هل يمكن لمذيع أن يعني يتحدث بذلك هيك من رأسه من دون أن يكون هناك توجيهات له؟ بهذه القرية قامت بتفجير السد الذي يحجز المياه من بحر كييف، وذلك منع تقدم الدبابات الروسية والجيش. من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي اليوم فرض عقوبات على روسيا وتجيز عقوبات على مبيعات النفط الروسية. ما حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق الآن بالاقتصاد الروسي؟ كوليبا أضاف في مقابلة مع الحدث أنه دون حظر الطاقة الروسية ستستمر موسكو في آلة الحرب القاتلة. أهلا بكم من جديد.
حذر لبنان إسرائيل اليوم من أي عمل عدائي في المياه المتنازع عليها، وذلك بعد وصول سفينة إنتاج وتخزين للغاز الطبيعي التي تديرها شركة إنرجيان باور قبالة الشاطئ لاستخراج الغاز لصالح إسرائيل. الرئيس اللبناني ميشيل عون قال إن المفاوضات لإعادة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مستمرة، وإن أي نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً. فيما تقول إسرائيل إن الحقل المعني يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المياه المتنازع عليها. فيما رحبت وزيرة الطاقة الإسرائيلية بوصول السفينة وقالت إنها تأمل في أن تبدأ العمل سريعاً. من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن إسرائيل تحاول التعدي على ثروة لبنان المائية وتحاول فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها. السفينة إنرجيان باور دخلت حقل كريش النفطي وقطعت الخط 29، أصبحت على بعد 6 كيلومترات من الخط 23 حيث ستبدأ الحفر والتنقيب عن النفط والغاز. الرئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية بسام ياسين طالب الدولة اللبنانية بالعمل سريعا على تعديل الإحداثيات بما يتلائم مع ترسيم الخط 29 وإبلاغ الأمم المتحدة بهذا التعديل قبل فوات الأوان، وبحسبه فإذا لم يتم تعديل المرسوم يكون لبنان أمام مرحلة صعبة ويبقى القرار للدولة، خاصة وأن لبنان لا يملك المزيد من الرفاهية وإضاعة الوقت. وأشار إلى تمكن كل من وزير الخارجية أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية لإرسال هذه الرسالة كما ينبغي، توجيه إنذار إلى شركات التنقيب اليونانية بعدم بدء العمل في هذا الحقل لأنه يتم في منطقة متنازع عليها. هذا وحمل النائب اللبناني وضح الصادق في تغريدة له على حسابه عبر تويتر، حمل الرئيس اللبناني ميشيل عون مسؤولية الدخول في مفاوضات ترسيم للحدود بموقف ضعيف جدا، خاصة بعد رفضه توقيع المرسوم رقم 6433 رغم علمه بقرب بدء عملية التنقيب الإسرائيلية، الأمر الذي يفتح علامة استفهام كبيرة ويعطي لمحة حول صفقة ما مع الأمريكيين بحسب قوله. من باريس ينضم إلينا الدكتور فارس سعيد السياسي وأمين عام قوى 14 من آذار سابقا. دكتور فارس أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن هذه السفينة الإسرائيلية دخلت إلى منطقة متنازع عليها، من يتحمل المسؤولية؟ الجانب الإسرائيلي أم الجانب اللبناني الممثل برئيس الجمهورية الذي كان رفض التوقيع على تعديل المرسوم المتعلق بالمياه البحرية أو بالحدود البحرية؟ أعتقد أننا في مرحلة اختبارية. إسرائيل تختبر ردة فعل اللبنانيين كما هي تختبر أو تستدرج ردة فعل حزب الله في لحظة تظن أو تعتبر بأن المفاوضات في فيينا بين إيران وبين الولايات المتحدة ذهبت أو تأجلت إلى أفق غير محدد حتى الآن، وبالتالي قامت بهذه العملية من أجل اختبار
ردة الفعل الدبلوماسية والسياسية من قبل الدولة اللبنانية واختبار القدرة العسكرية لحزب الله أو لإيران للدخول بأي اشتباك في المنطقة. إنما المسؤولية تقع أولا وآخرا ليس فقط على إسرائيل، إنما تقع أيضا على الإرباك التي تعيشه الجمهورية اللبنانية. لبنان رسميا أرسل في العام 2012 رسالة كتابا رسميا إلى الأمم المتحدة يقول بأنه يقبل بالخط 23 كخط فاصل أو محدد لتحديد الحدود البحرية بين لبنان وبين إسرائيل. من بعد 2012 دخلت أطراف بلبنان وأتى رأي آخر يقول بأن لا، الخط يجب أن يكون الخط 29. بين الخط 29 والخط 23 الكل يعرف بأن هناك حقول من الغاز وهناك حقول من النفط، وتريد إسرائيل أن تدخل هذه الحقول، وبالتالي الإرباك هو إرباك أيضا لبناني. لبنان الرسمي برئاسة الرئيس ميشيل عون يريد استلطاف الولايات المتحدة واستدراج صداقة الولايات المتحدة من أجل حماية مكتسباته في لبنان، ويقول بأن الخط الفاصل هو خط 23. نعم. بالمقابل حزب الله من خلال التفاوض الغير مباشر مع الجيش اللبناني يعتبر بأن الخط يجب أن يكون الخط 29. نعم. دكتور فارس، الهدف من هذا الإرباك دكتور هو فارس عذرني. هو خلق مزارع شبعة بحرية. نعم، سنذهب إلى هذه النقطة لاحقا وننتقل إليها لاحقا، ولكن ذكرت مسألة مهمة، الحديث عن الأمريكي، قلت أنه استلطاف أو ربما خطب ود الأمريكيين من قبل الرئيس ميشيل عون. تتفق إذن مع النائب وضح صادق الذي يقول أن هناك مؤشرات أو رائحة صفقة مع الأمريكيين، وهذه الصفقة بهدف الإبقاء على مكاسبه مثل ما ذكرت الدكتور فارس، أي مكاسب الرئيس ميشيل عون داخل لبنان، أم ربما حتى تتعلق بسهره ووضعه القانوني في الخارج؟ سيدتي، ميشيل عون في وضع لا يحسد عليه. إذا فاوض على قاعدة الخط 23 دخل في مواجهة مع حزب الله في الداخل، وإذا فاوض على قاعدة الخط 29 أو إذا كرس منطقة متنازع عليها في البحر دخل أيضا في اشتباك مع الأمريكيين. وبالتالي أعتقد بأن التزاكي الذي حملته الجمهورية اللبنانية من أجل التفاوض أدى إلى هذا الإرباك، وأفسح بالمجال أن تدخل إسرائيل من خلال هذا الإرباك للتنقيب عن النفط. هذا الإرباك هو إرباك واضح، كل من يتابع الجو السياسي اللبناني الداخلي يدرك ويعرف بأن في مرحلة سقطت العقوبات على سهر الرئيس ميشيل عون من قبل الولايات المتحدة. في هذه المرحلة أتى المفاوض الأمريكي إلى بيروت وقام الرئيس عون بالتفاوض على قاعدة الخط 23. كل الصحافة التي كانت تميل إلى حزب الله في منذ حوالي 6 أشهر انتقدت موقف الرئيس عون رغم تحالفه مع حزب الله، واعتبرت بأن الخط الذي يجب أن يتفاوض عليه لبنان هو الخط 29. الهدف هو خلق هذه المنطقة المتنازع عليها، كما في البر هناك مزارع شبعة برية يحاولون خلق مزارع شبعة بحرية من خلال القول الخط 23 أو الخط 29. هذا الإرباك هو إرباك خلقه اللبنانيون لأن لبنان غير قادر على التفاوض، أو على الأقل حتى رئيس الدولة في لبنان هو غير قادر على تنفيذ التزاماته. لبنان الرسمي سيدتي أبلغ الأمم المتحدة رسميا في العام 2012 من خلال كتاب رسمي بأنه يقبل بالخط 23، وبالتالي ما يحدث اليوم وفقا للقانون هو لمصلحة إسرائيل، وفقا للمصلحة الوطنية. نحن لا نريد لإسرائيل أن تأتي إلى هذه المياه وأن تستخرج الغاز والنفط من لبنان قبل أن ننتهي بعملية ترسيم الحدود. نعم. ولكن الحق نعم على إسرائيل أولا، إنما هناك أيضا مسؤولية كبرى على الدولة اللبنانية. هذه الإزدواجية بين المصالح الحزب اللوية التي هي مصالح فوق لبنانية فوق وطنية مرتبطة بمصالح إيران بالمنطقة، والمصلحة اللبنانية التي حاول الرئيس عون أن يثبتها من خلال الالتزام بما كان التزم به لبنان في العام 2012 أدى إلى هذا الإرباك. نعم. وأدى إلى تسهيل مرور السفينة الإسرائيلية إلى داخل المياه.
الجانب الإسرائيلي يقول أن سفينة دخلت إلى منطقة يسميها المنطقة الاقتصادية، فيما الجانب اللبناني يتحدث عن منطقة متنازع عليها. حتى توصيف المنطقة التي وصلت إليها السفينة مختلفة حولها بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني. ولكن ما الذي يستطيع لبنان فعلها الآن إزاء هذه الحالة؟ هو مراسلة الأمم المتحدة ومطالبة الأمم المتحدة الاتصال أو التواصل الفوري مع إسرائيل، توقيف أن تنقيب اليوم حتى تترسم الحدود بشكل نهائي، ومسؤولية ترسيم الحدود أو على الأقل إبرام المعاهدات الدولية هي مسؤولية وفقا للدستور تعود إلى رئيس الجمهورية فقط، وليس إلى الرئيس بري أو إلى الجيش اللبناني أو إلى أي طرف آخر. رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية المعاهدات الدولية، وبالتالي عليه أن يختار، أو أن يختار وجهة نظر حزب الله الذي يريد دفع الأمور باتجاه الخط 29، أو أن تلتزم الجمهورية اللبنانية كما التزمت في العام 2012 بالخط 23. يستطيع أو أن يتفاوض على خط جديد. نعم، يستطيع مراسلة الجهات الدولية مثل ما ذكرت الدكتور فارس حتى مع عدم توقيعه لتعديل هذا المرسوم، واختصار شديد من فضلك دكتور فارس. نعم، هو الوحيد الذي يستطيع أن يراسل الجهات الدولية. هل يستطيع عمليا في لبنان؟ سيدتي، يجب أن يعرف كل الرأي العام العربي والدولي بأن النفوذ لحزب الله الكراسي للبنانيين. نعم، شكرا جزيلا لك من باريس. كنت معنا دكتور فارس سعيد السياسي وأمين عام قوى 14 من أذر سابقا، شكرا. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث .net. وهذه الساعة الثانية كذلك من الأخبار اللي انتهت. السلام عليكم.